أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه في ظل تواصل احتجاجات سكان سيونغ جو ضد نشر نظام ثالث في كوريا الجنوبية، يعتزم وزير دفاع البلاد خان مين تشو زيارة البلدة اليوم الأربعاء للاستماع إلى آراء السكان المحليين بشأن نشر هذا النظام المضاد للصواريخ، كما سيشرح لهم بشكل مفصل عملية اتخاذ القرار المعني. وفقا لتقارير من المحتمل أن يقدم الوزير هان خلال هذه الزيارة اقتراحا لنشر نظام الثاد في مكان آخر في سوينجو، مع العلم أن مسؤولي وزارة الدفاع كانوا قد عينوا ملعب لوت للغولف الذي يقع في شمالي سوينجو، وهو ما جذب اهتمام الناس، حيث يعتقدون أن وجود الغابات في شمال ملعب لوت للغولف على ارتفاع 680 مترا فوق مستوى سطح البحر ومسافة 18 كيلومترا عن مباني حكومة سوينجو، فضلا عن قلة عدد السكان في محيطه ومحدودية أضرار الإشعاع الكهرومغناطيسي، يجعل منه الموقع المحتمل لنشر نظام الثاد. كما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء بأن جيش البلاد قال في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء إن رئيس أركان الجيش الأمريكي مارك ميلي سيزور كوريا الجنوبية بين 17 والتاسع عشر من الشهر الجاري، وذلك من أجل الاستماع إلى تقارير حول إعادة نشر القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية ونشر نظام ثاد المضاد للصواريخ. هذا وتواترت تكهنات بأن زيارة ميلي إلى كوريا الجنوبية للاستماع إلى مخطط نشر نظام ثاد قد تشير إلى تعجيل الولايات المتحدة لخطوتها في نشر النظام.